أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع عليك عزيزي الطالب أن تتعرف على العطف وكيف يمكن إعراب العطف إعرابا تاما، وأن تقوم بكتابة تحليلا للعمل الأدبي. درس العطف عزيزي الطالب. العطف هو حروف تشترك بعض الحروف العطف المعنى الذي تدل عليه، وهي الواو، الفاء، ثم، أو، أم، وحتى. أما الحروف التي تختلف المعنى الذي تدل عليها فهي بل، لكن، ولا، وفيما يأتي المعاني التي تدل عليها حروف العطف وهي الواو. الواو تفيد معنى المشاركة دون ترتيب، كالمثال السابق: حضر خالد وزيد، فقد اشترك المعطوف عليه خالد والمعطوف زيد في الحضور، ولم تفد الواو الترتيب في حضورهم. وقد تفيد الاشتراك في الفعل مع قلة الترتيب، إذ كان هناك دليل مثل دخل المدير ومساعده إلى الغرفة، إذ غالبا ما يدخل المساعد بعد المدير. وقليلا ما تفيد الواو التخيير، كأن يقال اركب السيارة والدراجة، أو التقسيم مثل يقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر. الفاء عزيز الطالب تفيد الترتيب مع التعقيب، أي بعد الفعل مباشرة، مثل دخل الطبيب ففحص المريض، أي دخل أولاً ففحصه مباشرة بعد دخوله. وكثيراً ما تتضمن الفاء بالإضافة إلى الترتيب معنى السببية في عطف الجمل، مثل اجتهدنا فنجحنا، أي نجحنا بسبب اجتهادنا. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، أي قد يكون هناك مدة زمنية مع المشاركة أو دونهما، مثل سافر خالد ثم زيد، حزمت أمتعتي ثم سافرت. أو ولها معان عديدة كالتخيير، مثل سأخرج الساعة الواحدة أو الثانية. وتفيد الإباحة، مثل صاحب العالم أو الزاهد، صاحب العالم أو الزاهد، أي يبيح ويسمح له بأمرين، ويدخل ويدل حرف العطف أو على اختيار أمر واحد فقط. وتفيد أيضا الشك، مثل جلسنا ساعة أو ساعتين، وتأتي للدل على الإبهام، مثل القول أنا أو أنت مخطئ، فالمتكلم يعرف أن المخاطب هو المخطئ، إلا أنه ذكر كلامه بهذه الوجهة تأدبا وليس شكا. تأتي الإضراب عن القول الأول، مثل قول تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، تفيد التقسيم، مثل تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. وجدير بالذكر أن إما تأتي بمعنى أو، لكنها ليست حرفا عطف، كأن يقال كنا إما 5 رجال وإما 6. أم تفيد التعيين، وتسبق إما بهمزة التعيين إذا طلب تعيين أحد الأمرين، مثل أتحب أن تلعب كرة القدم أم كرة اليد، وإما أن تسبق بهمزة التسوية التي تسبق بكلمة سواء، مثل وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. حتى وهي خاصة ببلوغ المعطوف في الغاية بالنسبة إلى المعطوف عليه من زيادة أو نقصان، مثل احتفظ البخيل بماله حتى القروش، ويكون المعطوف جزءا أو بعضا من المعطوف عليه، ويكون اسما ظاهرا وليس ضميرا، فلا يصح القول وصل جميع الموظفين حتى هو، لأن المعطوف هنا ضمير. وتأتي حتى أيضا جارة لما بعدها بمعنى انتهاء الغاية المكانية أو الزمانية، مثل بقينا حتى الساعة 5، ويأتي الفعل المضارع بعدها منصوبا، حين تكون بمعنى إلى أن، وقد أضمرت أن وجوبا بعد حتى، لذلك يأتي الفعل بعدها منصوبا. خطوات كتابة المقال عزيزي الطالب. أولا اختيار عنوان المقال. يجب على الكاتب اختيار عنوان يثير اهتمام التركيز عليه لمدة أسبوع أو أسبوعين، وفضل عادة تضييق موضوع البحث والبحث عن موضوع مخصص بدلا من كتابة عن موضوع عام. ثم كتابة مسودة تقريبية تضم جميع أفكار الكاتب، وعلى الكاتب التمتع بحرية الفكر والاستمتاع بعملية مشاركة المعلومات مع الآخرين. وضع المسودة جانبا لبعض الوقت، ثم تخيل أنه القارئ المقال أو افتراض بعض الأسئلة التي قد يطرحها القارئ القراء من مختلف فئاتهم. البحث يجب في هذه المرحلة البحث عن الأمور المتعلقة بالبحث، مثل التعريفات، الاقتباسات من الأشخاص المشهورين، الحكايات أو القصص التوضيحية. أيضا كتابة المسودة تضم المعلومات التي تم الحصول عليها. تدقيق المسودة، يجب تدقيق المعلومات في المسودة للتأكد من احتوائها على جميع المواضيع ذات الصلة بالموضوع.
أيضا استخدام مصادر موثوقة المعلومات وكتابة فقرات قصيرة وواضحة. شاكر لكم أعزائي الطلاب، حسن سماعكم وتعاونكم.